السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في المشهد التونسي، يأتيكم من قناة المغاربية في لندن. تعود العلاقات الدبلوماسية التونسية الجزائرية إلى سنوات ما بعد الاستقلال، حيث تم التوقيع على اتفاقية دبلوماسية وقنصلية بين البلدين سنة 63، وعلى اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون سنة 70، والتوقيع كذلك على معاهدة الإخاء والوفاق سنة 83. اليوم وبعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية في تونس، والتي كان الجزائري دور مهم في إنجاحها على حد تعبير الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال، وبعد إرغام الترويكا على التنازل عن الحكم والتي لم يكن ينظر إليها بعين الرضا من الحكم القائم في الجزائر، تعرف اليوم العلاقة بين البلدين تطورا تمثل في تكثيف التشاور بشأن ملفات التعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية. وبرغم كل هذا، ما زالت العلاقات التونسية الجزائرية فاترة ودون المأمول، بل أقل بكثير مما يطمح إليه شعب البلدين. ما طبيعة العلاقة بين تونس والجزائر، وما أهمية الجانب الاقتصادي والأمني في رسم خطوط ومعالم هذه العلاقة، وهل يمكن الحديث عن تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدي الكرام نحاول أن نجيب عنها في هذا البرنامج، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. العلاقات التونسية الجزائرية تخللتها حالات من المد والجزر، إلا أنها لم تصل أبدا إلى القطيعة أو المواجهة بفعل عوامل التقارب الجغرافي والثقافي وحتى التاريخ المشترك، بدءا من الإشعاع الثقافي لجامع الزيتونة ووصول الكفاح المشترك ضد الاستعمار الفرنسي ووحدة المصير والانتماء. بعد استقلال البلدين ظهرت الكثير من الخلافات السياسية نظرا لتخندق النظامين في معسكرين مختلفين، فالرئيس الراحل حبيب بورقيبة لم يكن يخفي ميله للمعسكر الغربي، في حين كانت الثورة الجزائرية مرتبطة بعمق بالمعسكر الاشتراكي، وكانت قياداتها متأثرة كثيرا بالمنهج الناصري الذي لم يكن على ود كبير مع حبيب بورقيبة. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي ومع موجة ثورات الربيع العربي، حاولت الجزائر النأي بنفسها عن هذه الموجة التي أطاحت الكثير من الأنظمة العربية، وكانت متخوفة من تصدير الثورة إليها، الأمر الذي دفع بالساسة التونسيين في كل مرة إلى تطمين الجزائر. وكانت كل حكومة تتشكل بعد الثورة يختار رئيسها التوجه للجزائر كأول وجهة خارجية له، الأمر الذي قابلته الجزائر بمنح تونس إعانات ب250 مليون دولار. وصول حركة النهضة إلى الحكم في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر تشرين الأول عام 11 بعد 2000 لم تكن تنظر إليه الجزائر بعين الرضا، لأنها حركة ذات طابع إسلامي وتذكر بما عانته الجزائر في التسعينات من القرن الماضي، مع خوف من علاقات محتملة بين إسلاميي البلدين والتأثير المتبادل لما تسميه السلطات الجزائرية المس باستقرار البلد. في الشأن المغاربي بقي التأثير التونسي محدودا بحكم تعطل بناء مؤسسات الاتحاد المغاربي نتيجة الخلاف المزمن بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت قرار الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي السماح للمواطنين الجزائريين بدخول تونس ببطاقة التعريف الوطنية في إطار مشروع أطلق عليه الرئيس التونسي الحريات الخمس في الفضاء المغاربي، مبررة موقفها بأن الظروف الأمنية غير مواتية. تونس بعد الانتخابات الأخيرة الرئاسية والبرلمانية تدخل مرحلة من الاستقرار، في حين تتكثف التحركات الشعبية في الجزائر مطالبة بدخول الجزائر مرحلة من الانتقال الديمقراطي. إذن مشاهدي الكرام، نعود نرحب بكم من جديد، نشرع في الحديث حول إذن طبيعة العلاقة بين تونس والجزائر، ولكن في واقع المغرب الكبير. أرحب بالزميل سليم صالحي الكاتب والمحلل السياسي معي في الأستوديو، مرحبا بك سليم. وأرحب كذلك بانضمام الأستاذ نصر الدين بحديد الكاتب والمحلل السياسي معي عبر الهاتف من تونس، مرحبا بك نصر الدين. لو أبدأ معك سليم فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين تونس وبين الجزائر، طبعا عرفت يعني صعودا وانخفاضا عبر مرور السنين، أكثر من 150 تقريبا اتفاقية تم عقدها بين تونس والجزائر منذ الاستقلال إلى هذا اليوم. إذا أردنا أن نتحدث عن طبيعة هذه العلاقة بين تونس والجزائر، ما هي العناصر التي تكون أو تضبط إن صح التعبير وقع العلاقة بين تونس والجزائر؟
شكرا زميل سمير على الاستضافة. نحن نتحدث عن فضاء مغاربي مكون من خمسة دول عانت كلها من احتلال، ربما في نفس الفترة الاستقلال كان أيضا بين هذه الدول في فترات متقاربة، كان هناك تنسيق أيضا في فترة مقاومة وإعلان الجهاد على الاستعمار. إذن أنت تحكي على منطقة مترابطة جغرافيا وأيضا تاريخيا، ما يربط أسميه أنا أولا ما يسمى محددات الدبلوماسية الجزائرية تجاه تونس، ومحددات أيضا السياسة أو الدبلوماسية التونسية تجاه الجزائر. في العموم منذ استقلال تونس 56 ثم استقلال الجزائر 62 إلى الآن، هناك ما يسمى الاستقرار على المدى البعيد في العلاقات، لكن هذا لا يمنع أنه مرت العلاقات التونسية الجزائرية ببعض التوترات اللي كانت ربما يعني ذات 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 ذات, ذات قوة. يعني تتذكر معي 56 وزيارة بورقيبة إلى واشنطن، محاولته الضغط على الثورة ورسالته للثوار اقبل بالعيش تحت فرنسا. لا، هو راح قال لهم أنه حان الوقت لوضع السلاح والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المحتل. رفضت قيادة الثورة آنذاك، كان توتر، هنا كانت أولى. ثم أخطرها كان أيضا في 63 لما استدعت تونس سفير الجزائر لديها احتجاجا على معلومات، قيل بأنه بن بلة ساعد الجنرال بن يوسف في محاولة الانقلاب على بورقيبة، ثم حاول بن بلة والجماعة يعني استدراك الأمر. كان هناك أيضا توتر كبير في 1967، تعرف أنه بعد في 65 عفوا الانقلاب أو التصحيح الثوري اللي قام به الهواري بومدين، كان جابه بمحاولة انقلابية قام بها بعض العسكر من بينهم الظاهر الزبيري أعطوا له اللجوء السياسي في تونس. فكان هناك أيضا مرحلة التوتر في هذه أهم التواريخ. ثم جاءت نفس العمل طبعا قابلت الجزائر به تونس، كان هناك معارضون سياسيون يعيشون في تونس. أنا جايك لها. التوتر الآخر هو وجود الغنوشي أيضا حتى في قبل الغنوشي في, 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 في تونس. ما حدث في الجزائر من تغير وتعددية سياسية أزعج نظام بن علي الذي جاء من بعد، لكن في العموم العلاقات بقى يتحكم فيها المحدد الرئيسي وهو حسن الجوار. أنا عجبتني مقولة تونسية لجامعي يقول أو يصف فيها العلاقات التونسية الجزائرية، أنه هي مقولة مشهورة يعني مثل شعبي بين جارين، يعني صباح الخير يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري. لكن في الحقيقة مجالات التعاون الاقتصادي وأيضا السياسي ظهرت جلية. أنت تعرف أنه في فترات معينة في حكم بورقيبة كانت توترات باتجاه قضية الصحراء الغربية، الموقف من ليبيا، القذافي كان له بعض ما يسمى في السياسة شطحات سياسية كانت تزعج النظام الجزائري في ذاك الوقت. أيضا كان هناك أيضا شطحات للنظام الموريتاني في قضية الصحراء الغربية. كانت تونس لكن في العموم أنا أذكر هذه المحطات، محطات ما يسمى التوتر بين تونس والجزائر. لكن في العموم العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات مستقرة. هناك مفهوم للعمق الاستراتيجي بالنسبة لتوانسة بين الجزائر. هل ترقى للتعبير بالقول أنها علاقات استراتيجية؟ بالفعل العلاقات التونسية الجزائرية علاقات استراتيجية، وتعرف أن الجزائر عندها توتر مع جار آخر. فبالنسبة للجزائريين الحفاظ على علاقات طيبة مع تونس، هذا البلد الجار، نقول احنا بلد جار صغير المسالم، هذه المصطلحات في الجزائر، مهم جدا لعدم تشتت الجهد. يعني ما تقدرش تكون انت في وسط المغرب العربي او المغرب الكبير كما احبذ ان اسميه، ويكون عندك توتر بين الجانبين. بالنسبه لتونس، تونس تعلم انه دوله ليست قويه اقتصاديا، يعني ما عندهاش بترول، ما عندهاش غاز، هي خدمات الاكثر والاقل، هو اقتصاد خدماتي يعتمد على الشقيقه الاكبر، يعتمد على الجزائر. فبالنسبه للمصطلح الاستراتيجي او مصطلح انه الجزائر هي عمق استراتيجي لتونس وتونس هي عمق استراتيجي للجزائر، هذا
تجده وأنت تقرأ لتاريخ العلاقة. نعم، سنعود للتفصيل في هذا الحديث خاصة بعد ثورة ما يسمى بثورة الربيع العربي. أرحب مشاهدين الكرام مجددا الآن بالأستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي معي من تونس. أستاذ نصر الدين، نفس الاتجاه في السؤال فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة، ما هي أهم ملاحظاتك صح التعبير على العلاقة التونسية الجزائرية، وهل ترقى لأن تسمى علاقة استراتيجية بين البلدين؟ طيب، يبدو أن فقدنا الأستاذ نصر الدين، حاولوا معاه في أقرب وقت. بعد ثورة سليم في تونس، بعد إسقاط بن علي، هروب بن علي، البعض لاحظ خوف يبدو كبير ربما من النظام القائم في الجزائر من عدوى الثورة أن تصل إليه، فاستعمل وسائل كثيرة في بعض الأحيان، ممكن تسمى بعض الأحيان سماها بعض الأشخاص حتى غير أخلاقية، لإيقاف هذه العدوى من تجاوز الحدود عبر أساليب استخباراتية ربما تعود عليها بعض من في النظام الجزائري في العشرية السوداء وغيرها. هل فعلا كان بهذا الشكل الموقف الجزائري، أم أنه فقط هي إجراءات طبيعية تتخذها دولة لا تريد أن يصلها ما حصل في دولة جارية؟ بالفعل سؤال ممتاز، لأنه هذا يذكرني بما حدث أيضا في بعد 87 في تونس، لما حدثت التعددية في الجزائر وصعدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفازت بالانتخابات، كان هناك حالة من الانزعاج عند سلطة زين العابدين بن علي، ومراسلات كبيرة للجزائريين ورسائل أيضا أنه هذا لا يخدم أيضا العلاقات الجزائرية التونسية. نعم. إحنا عندنا مشكل مع جماعة النهضة والإسلاميين، وأن الصعود هذا التيار قد يضر بهذه العلاقات. بعد الثورة وبعد الربيع العربي، أنا لا أحبذ مصطلحات ما يسمى الربيع العربي، هو ربيع عربي وهي ثورات على أنظمة مستبدة، سيرورة تاريخية ربما انزلقت هذه الثورات أو أريد لها أن تنزلق إلى مسارات أخرى، هذا وقع في كل الثورات التي كانت في العالم، وسترجع هذه الثورة إلى نصابها الأول، وهي إرادة شعبية للتخلص من أنظمة استبدادية. إذن فعلا بعد الثورة بالنسبة للنظام الجزائري، بعد يعني تقريبا 12 سنة من بين قوسين حرب أهلية، يعني في النهاية يعني شيء اللي وقع بين بعد توقيف المسار الانتخابي والانقلاب على إرادة الشعبية، صار عنده أيضا محددات. أولا لا شفافية في الصندوق في الجزائر، يعني ما عادش يكون فيه انتخابات حرة في الجزائر. لا. تعطيني مفاجأة. ثانيا لا تغيير في نمط الحكم. إذا أي تغيير يجي من الجار، ثورة وحرية سيؤثر. نعم. والقبضة كانت قبضة قوية، وأنا يعني لا أريد أن أبسط الأمور، كان هناك قرار في على مستوى متخذ القرار في الجزائر أنه لا يمكن لهذه عدوى الثورات العربية أن تمر في الاتجاه الشرقي. نعم. لتمر غربا، ليبيا، مصر، سوريا، أما شرقا فكان هناك قرار يعني، وهذا القرار ترجم برسائل واضحة إلى أيضا السلطات العسكرية والأمنية والسياسية. حتى لما ذهبت غربا ذهبت الثورة غربا باتجاه ليبيا، عمل النظام الجزائري على إجهاضها في نهاية الأمر، على دعم ربما. نعم. سنأتي إلى هذه النقطة. نعم. ربما تمت رواية كثير من القصص غير سليمة، غير صحيحة، حول جنود عسكر ربما من الجزائر قد تم يكون نقلهم بهذا الشكل، نقلهم لكن لا هذه ما يش موجود، لكن لم يكن هناك رضا عن لكن أنها تصل إلى ليبيا، يعني كان القذافي أولى يعني بقاؤه. طبعا هناك عقلية عند السلطة أو ما يسمى متخذ القرار في الجزائر، لا يمكن السماح بموجات قد تأتي بفيس آخر في ليبيا، أو جبهة إسلامية إنقاذ أخرى في تونس، يعني الجار الموقف كان صريح. المبالغات فيه هي التي أرفضها، يعني أنهم مش الطائرات وكذا، لا، لكن دعم نظام القذافي دبلوماسيا وسياسيا في المحافل الدولية كان صريح. محاولة إجهاض الثورة أو على الأقل بعد ذلك سلبية، لأنه لما نأتي إلى الملف الليبي اللي هو داخل في إطار هذا، هو أيضا محدد الآن من محددات العلاقات التونسية الجزائرية. نعم. السلبية والإخفاق
إخفاق دبلوماسية الجزائرية في إدارة الملف الليبي آنذاك هي التي سمحت لساركوزي أن يجي يلعب في المنطقة، وسمحت للقوى الغربية أن تجي تلعب في المنطقة. يبدو أنها تحاول أن تدارك الآن. الآن تحاول، وهي تقوم ب. نعم، هو مقبول في نهاية الأمر. جيد. يعني. جيد جدا. رفض التدخل العسكري. سأعود إليك أستاذ سليم. مشاهدي الكرام، أعود من جديد إلى تونس. عاد إلينا الأستاذ نصر الدين بن حديد، كاتب وصحفي محلل سياسي كذلك من هناك. أستاذ نصر الدين، كيف تقرأ، ما هي أهم النقاط التي تستوقفك، الملاحظات التي تسترعى الاهتمام، ونحن نتحدث عن طبيعة العلاقة بين تونس والجزائر خاصة بعد الثورة في تونس؟ أولا مساء الخير، شكرا للدعوة. لم أستمع جيدا إلى ما قاله الضيف، لكني أعتبر أن المسألة هي أحد أهم القضايا التي تهم على الأقل منطقة المغرب العربي، سواء على المستوى الثنائي بين الشعبين والدولتين أو على المستوى الأقليمي وحتى الدولي. أعتبر أن الجزائر في نظرتها لسياستها الخارجية على الأقل في الدول المجاورة لها تحتل تونس مكانة هامة على المستوى التاريخي والسيكولوجي، حين نعتبر أن الجيل الذي يغادر كرسي الحكم الآن في الجزائر على المستويين السياسي والعسكري مر أغلبه أو أكثره أو نقول الجانب الغالب منه عبر تونس في يوم ما، ومن ثم على المستوى السيكولوجي هناك بعد عاطفي لتونس. من حسن الحظ أو من سوء الحظ هذا الجيل يغادر الساحة السياسية، ومجيء جيل آخر ينظر إلى تونس كأنها دولة على الخارطة لا يريد أن شيء عن المغرب أو عن مالي أو عن ليبيا أو عن نيجر وعن موريتانيا. هذا معطى تاريخي اعتبر انه لم يتم استغلاله بالطريقه المثلى، خاصه من الجانب التونسي. ثانيا والاهم، اعتبر كما قال الضيف انه تونس شكلت بمجيء ما يسمى الثوره التونسيه خطرا على الجزائر، وهذا لا يمكن نكرانه. لكن الاحداث وهنا قد تختلف في السبب والمسبب ومن الفاعل ومن المفعول به، صارت أكثر الخطر الآن. الثورات العربية لم تعد بضاعة قابلة للبيع أو للترويج. من قبل كنت عندما كنت أهاجم الجزائر من تونس كان يقال لي صح عليكم أنتم درتوا ثورة وقتاش نديروها في الجزائر. الآن صار الناس تحمد الله في الجزائر على أن الثورة لم تمس الجزائر وأن بأن الله حفظ الجزائر، وهذا أقوله عن العمق الشعبي، بما في ذلك العمق الشعبي المتذمر بطبيعة الجزائر، المتذمر بطبيعة أوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. يعني نصر الدين يعني تشير إلى أن الشعب الجزائري الآن صار يرفض الثورة على الشكل التونسي والمصري وغيره؟ هو صار يرفض ذلك لأنها لم تقدم الصورة المثلى ولم تقدم التغييرات المنتظرة. نحن نرى الوضع في مصر، نرى الوضع في اليمن، نرى الوضع في سوريا، نرى الوضع في ليبيا، ونرى الوضع في تونس. تونس هي دولة مجاورة. كنت أقول طيب. دائما وقد قلت على منبركم تونس ليست أفضل الحالات لكنها أقل سوءا. ومن ثم أعتبر أن الربيع العربي لم يفي بوعودي. هنا ندخل ربما في محور آخر، السبب والمسبب. طيب نصر الدين، خليك معي قبل أن ندخل في محور آخر، خلي أنا أخذ رأي ضيفي كذلك في الأستوديو حول هذا الكلام اللي كنت تذكره. هل فعلا العمق الشعبي في الجزائر، الشعب الجزائري لا يريد ثورة على الشكل التونسية الآن بعد 4 سنوات؟ بالعكس، يعني أنا أعتقد أنه أولا في هناك مشاكل أو هناك ما يسمى مسببات قيام ثورة، ليس ثورة يعني تغيير هادئ في الجزائر ضرورة يكون الآن موجود لطبيعة النظام وصوله إلى مرحلة النهايات مع مرض الرئيس، وأيضا مع الصعود أو زيادة النبرة بالنسبة للمعارضة وبالنسبة أيضا للحراك في الشارع والآن في الصحراء في الجنوب وفي كل المدن. العمق لما تذهب إلى الجزائر الداخل يريدون التغيير، يريدون ما يسمى التنمية المتوازنة، يريدون العدالة، يريدون دولة القانون. وبالتالي بالنسبة لهم النموذج التونسي هو النموذج، والحمد لله أن الثورة نجحت في تونس، وهو النموذج محبذ لهم. في الجزائر لا يريدون نموذج ليبي ولا سوري ولا حتى يعني مصري، يعني نموذج أسقط طاغية. نعم. دون إسالة دماء، يعني نعم. دون إراقة دماء، لكن النموذج التونسي بقت موجود. الدولة النموذج التونسي عنده سمعة طيبة في الجزائر، وربما يكون يعني مثال
للتغيير الهادئ وتغيير يعني المجدي خاصة بالنسبة للجزائريين. الجزائريين وقعوا في 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 مطبة العنف 12 سنة، فهم يخافون من أي تغيير، وخاصة أنه الآخر متخذ القرار وكل الطابور الخامس الإعلامي والنخبة اللي وراءه والأحزاب السياسية تخيره بين بقاء هذا النظام أو ما يحدث في ليبيا ومصر. فهناك من يقول عليه تروح تصوت ليبيا ومصر، طيب يروح هذا النظام ويحدث ما حدث في تونس. هناك يعني مسار صحيح في 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 تونس، لما لا تونس؟ يعني عليه ما تذكرليش تونس وتقول هل تريدون ليبيا ومصر؟ سوريا لا كذا. سوريا لا، نريد مثل تونس. إذن اعتقد انه المقوله مقوله انه في الجزائر لا يريدون اي تغيير او يرفضون بالمره الربيع العربي، لا، هم يرفضون ما آلت إليه الأمور في ليبيا وسوريا مع الأسف، لكن نموذج تونسي بالنسبة لهم نموذج ناجح، وأنا أعتقد أنه نموذج ناجح. نعم أستاذ نصر الدين، أعود إليك. ذكرت أن الطبقة السياسية القادمة كذلك من سيكون في العسكر وهم الشباب ربما سيكون لهم موقف مغاير في الجزائر من تونس، هل يعني ذلك أننا سنشهد في السنوات القريبة القادمة بعد ذهاب هذه الطبقة السياسية التي تحكم الآن في الجزائر ومجيء الشباب ليتسلم الحكم، هل سنشهد تغيرا في طبيعة العلاقة مع تونس؟ أولاً أريد العودة إلى النقطة الأولى زميلي وضيفك الطرف خفتوني عند وين المصابين، عندما قلت أن صورة الربيع العربي ليست صورة مثلى، لم أقل ولن أقل أن الشعب الجزائري يرفض التغيير ويرفض الانطلاق إلى الأرض، فقط في النمط وفي الصورة تونس لا تقدم. أنا أعيش في تونس ولي علاقات في الجزائر وأخاطب الجزائريين الذين يأتون إلى تونس، هم لا يعجبهم الوضع في تونس، وإن كانوا في كثير منهم يطالبون بالتغيير في الجزائر. هنا المسألة ليست الانتقال بين حالتين، الحفاظ على الوضع أو الذهاب إلى الحالة التونسية، هناك حراك في الجزائر، هناك تغيرات، ولا يمكن لأحد أن ينكر حجم التغيرات. إجابة عن سؤالك أقول التالي، أن العلاقات بين تونس والجزائر بدأت تدخل عصر من الحدة وعصر من التوتر، حين لم تبلغ قياسا مع العلاقات بين تونس وليبيا أو الجزائر والمغرب هذا التوتر، عندما جاءت ما سميته شخصيا اللاعات الجزائرية ثلاث أو الشروط الجزائرية ثلاث لإقامة تعاون اقتصادي، عفوا تعاون أمني أو حلف أو تعاون أو أي شيء من هذا القبيل، عندما جاءت بهم جارية الخبر، ونحن نعرف جارية الخبر أنها قريبة من المؤسسة العسكرية في الجزائر، جاءت أقرب إلى الرفض المفتوح والعلني. حين هناك صراع كبير الآن على المستوى الرؤى أو المفاهيم بين تونس والجزائر، على مستوى قراءة لمجمل الأحداث بدءا بالوضع في ليبيا، هناك اختلاف الجزائر وإن اختلفنا معها هي على رؤية واحدة، وليس هناك كثير من التباعد وغياب التباعد بين المؤسسة العسكرية والسياسية، في حين أن تونس هناك تذبذب، هناك عدد للرؤى، بل هناك تضارب في الرؤى بين مؤسسة الرئاسة، مؤسسة خارجية ومؤسسة الحكومة، أو حتى داخل وزارة الخارجية هناك فروقات بين الطيب البطوش والناطق الرسمي باسمي. أن ثم أعتبر أن الجزائر الآن عبرت صراحة من خلال المئات الثلاث التي جاءتها جارية الخبر أنها لا تثق في الوضع في تونس وأنها تختلف عن الوضع في تونس، وهناك اتهامات صدرت على عن الإعلامية الجزائرية لجهات تونسية لأنها تسير طائرات بدون طيار، هناك حديث عن قواعد عسكرية، هناك حديث عن جهات تونسية سمعتها وظهرت في الإعلام وهي جهات رسمية من وزير الداخلية وزير الدفاع الأصبع ووزارة الداخلية التونسية التي تحدثت في لهجة غريبة جدا عن الإرهاب القادم من الجزائر في تبرئة أو في صناعة العدو الخارجي من الجزائر في مسعى تونسي لخلق شوبينية وطنية، لأن الإرهاب ليس تونسيا، وهناك ومضة إشهارية في تونس تتحدث عن الإرهاب القادم من الخارج، وهناك نوع من صناعة الشوبينية في تونس التي أقلقت الكثير من الجزائريين. طيب، تحدثوا عن معرفة ودراية في هذا الملف وليس عن قراءة وتحليل. خليك معي نصر الدين، سأعود إليك. سليم، ما هي أهم الملفات التي تربط أو تحكم، صح التعبير، العلاقة بين تونس والجزائر؟
الان يعني وضع او ربما كل الاطراف يعني اجبرت على ان يكون ملف الامني يعني ملف الامني مكافحه الارهاب هو على طاوله كل المحادثات سواء لما تربطها بالقضيه الليبيه او ما يحدث في الساحل الافريقي او في حتى المقاربه لوضع حل لما يحدث في مالي. إذا الملف الأمني، لكن الشراكة الاقتصادية، التعاون الدبلوماسي فيما يخص العلاقة مع ليبيا وحل ملف الليبي أيضا والعلاقة مع مصر، هذه كلها ملفات هي الآن ربما عناوين، هي العناوين الكبيرة للعلاقات. أنت تعرف زيارة وزير الخارجية للجزائر، نعم هذا تم التأكيد، يعني تم التأكيد على أنه الخطوط العريضة والعناوين العريضة هناك موقف أقول متطابق بين تونس والجزائر فيما يخص قضية مكافحة الإرهاب، طريقة مكافحة الإرهاب، أمن الحدود، وأيضا في تصور الحل في ليبيا. طبعا الضيف الكريم من تونس تحدث عن أمور هي دقيقة، يعني فعلا في تونس هناك من يريد أن يصدر الأزمة إلى الخارج، يتحدث عن الإرهاب القادم من الحدود الجزائرية، لكن لما يجد الجد وتوقع أزمة كبيرة، تأكد أنه السياسة الخارجية التونسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مناقضة أو في الاتجاه المعاكس للسياسة الخارجية الجزائرية. حتى الموقف التونسي من التدخل الأجنبي في ليبيا صدر بعدما صدر الموقف الجزائري طبعًا. رفض التدخل العسكري. سأعود إليك سليم، والآن أرحب مشاهدي الكرام بالدكتور إسماعيل معراف، الكاتب محلل السياسي أستاذ العلوم السياسية. دكتور إسماعيل مرحبا بك. فيما يتعلق بهذه الطبيعة، طبيعة العلاقة بين تونس وبين الجزائر، عرفت صعودا ونزولا خاصة بعد الثورة في تونس، وصول الترويكا حركة النهضة للحكم، لم يكن ينظر إلى هذا الحكم الجديد بعين الرضا من قبل الفريق الحاكم في الجزائر. هل الآن بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية ووصول حزب آخر ليبرالي علماني، حزب نداء تونس للسلطة سواء التشريعية أو التنفيذية أو حتى في قصر قرطاج سيد الباجي قائد السبسي، هل وصول هذا الفريق الجديد للحكم في تونس سيعيد العلاقة والشراكة التي سماها البعض استراتيجية بين تونس والجزائر؟ أولا العلاقات الجزائرية التونسية هي طبيعة الحال كانت علاقات نوعا ما طبيعية، على اعتبار بأن من كان يحكم في تونس ومن يحكم في الجزائر ومازال يتميزون بنفس العقيدة وبنفس الإيديولوجية، أي أنها أنظمة دكتاتورية استبدادية تعتمد على القمع وخنق الحريات، وأعتقد أيضا بأنها كلها أنظمة موالية للمالك الطبيعي لهذه المنطقة اللي هو فرنسا. ولكن بعد الثورة بدأت نوعا ما المحاذير تصل من تونس إلى الجزائر، وبدأت السلطات في الجزائر تخاف من انتقال الثورة التونسية إلى الجزائر، على اعتبار بأن من قام بالثورة في تونس كان يريد صراحة أن يكون هناك أيضا مساندة من قبل الجماهير وأيضا الشعب الجزائري، ولكن للأسف أن النظام استطاع نوعا ما أن يتحالف مع بعض من القوى داخل تونس لكي أيضا يجهضون تلك الثورة ويمنعون أن يكون للثورة التونسية امتداد إلى الجزائر. وبدأت العناوين المكافحة الإرهاب نفس اللعبة التي ربما قدمها النظام في دكتور الجزائر. دكتور إسماعيل فشلوا. دكتور إسماعيل، لما تقول نظام في الجزائر تمكن من التعاون مع بعض القوى داخل تونس لإجهاض الثورة، ما نوعية طبيعة هذه القوى التي تعامل معها داخل تونس؟ أعتقد من أزلام النظام السابق نظام بن علي، وأيضا من محسوبين على السياسة البرجيبية رأسهم قايد السبسي. وأنا أتذكر عندما ربما قبل الانتخابات الرئاسية في تونس قلت بأن قايد السبسي هو الذي سيفوز بالانتخابات، لأن الجزائر صراحة دخلت بقوة واستطاعت أيضا أن تؤثر على حركة النهضة التي في رأيي أنها باعت مسارها وباعت عقيدتها
من اجل حفنه من الفلوس قدمت لها من السلطات الجزائريه. والغنوشي صراحه بدا خادما مطيعا للنظام في الجزائر ولم يريد ان يذهب، لان تقريبا الشعب التونسي او الوعاء الانتخابي التونسي لم يكن مع نداء تونس. انا كنت في تونس قبل الانتخابات وخبرت عن طريق الكثير من النخب السياسيه وايضا حتى الشارع الى غداك يحملون نقمه على انه قايد سبسي هو تقريبا من النظام السابق. وايضا لا نعتقد انه صراحه فوز مثل هكذا رجل من 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 حقبه بورقيبه وهو عجوز تماما يشبه انه عاطل يشبه نفس الشيء بالنسبه للرئيس في الجزائر. ولكن اعتقد اذا فرنسا دخلت في الخط ونسقت بين تونس وبين الجزائر وتم الاخراج وتم ايضا استبعاد رجل بحجم المرزوقي رجل الحريات. طيب دكتور اسماعيل ما عرف يعني هل بهذا المعنى نفهم كلام الوزير الاول الجزائري عبد الملك سلال حينما قال نحن من أشرفنا على التحول والاستقرار الديمقراطي في تونس؟ لا، أنا شوف قلتها في المغاربية وقلتها في قنوات كثيرة بأنه ربما الكثيرون يجهلون بأن مباشرة بعد أن تم إرباك المشهد السياسي التونسي بعد أن أيضا بدأ بعض من الإسلاميين الذين لديهم ثقل في الحياة السياسية داخل تونس يتموقعون وبدأوا ينذرون بخطر بالنسبة للنظام في الجزائر، خلينا نقول العصبة التي تحكم في الجزائر وليس النظام صراحة. وبالتالي أنه مدوا الخيوط عن طريق المخابرات عن طريق أيضا بعض رجال الأعمال الذين ذهبوا إلى تونس وحاولوا صراحة أن يؤثرون على الناخبين التونسيين بطريقة ذكية من خلال أولا تمويل الحملة الانتخابية لقايد السبسي وأيضا بعض وسائل الإعلام رأسهم مثلا قناة النسمة وكثير من القنوات لغداك التي تم استدراجها عن طريق بعض الوسطاء من النظام في الجزائر وتم التأثير وتم أيضا الإخراج بمباركة أمريكية وأيضا فرنسية على وجه التحديد. وبالتالي أنه ليس غريب عندما يقول قايد السبسي أنه في حال فوزي الانتخابات ستكون الوجهة الأولى التي سأزورها هي الجزائر. وهو عندما جاء إلى الجزائر جاء أيضا بشيء اثنين، يعني يشكر السلطات على الجزائرية على مساعدته إياه لربما الوصول إلى السلطة وليس ربما، وثانيا وهذا شيء مهم جدا هو أيضا تلقي الأموال من أجل أنه يجابه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التونسية حتى لا يفشل هذا النظام، وبالتالي أنه يجعل لمن يحكم في الجزائر في منأى عن أي تغيير ديمقراطي أو سياسي مستقبلي. هذه من جهة. ومن جهة ثانية عندما ترى حتى داخل المشهد السياسي التونسي وانا قابلت كثير من النخب السياسيه هم يعتبرون بان الجزائر الان تتدخل بشكل سافر في الامور الداخليه بالنسبه لتونس. وما قدمته انت من تصريح للوزير الاول الجزائري هو اكبر دلاله على صحه ما اعتقد انا. طيب دكتور قبل ان اودعك فيما يتعلق بالوضع الاوسع وهو وضع الاتحاد المغاربي الان في ظل هكذا وضع غير مستقر، ليبيا من جهة، الجزائر كذلك تحركات اجتماعية لأشهر طويلة إلى حد الآن، تونس استقرار هش يعني أمني وسياسي كذلك، الوحيد اللي شوية هكذا محصن بين قوسين هو المغرب وفيه هدوء العادة الذي تعودناه دائما. أي مستقبل لهذا الاتحاد المغاربي؟ هل ما زال هناك حديث؟ هل الساسة الآن القدامى والجدد في مختلف دول الاتحاد المغاربي ما زالوا يؤمنون بفكرة الاتحاد المغاربي؟ والله سيدي الفاضل أنا أصدرت كتاب بدار بن بطوطة حتى لا أعطي نوع من الدعاية في الأردن حول هذا المستقبل العالم العربي إلى غداك، وقلت عن تحديدا عن اتحاد المغرب العربي لا يمكن أننا نتكلم عن شيء غير موجود. لماذا؟ لأن أولا الدول المغاربية مجتمعة ليست دول ديمقراطية، ليست دول مؤسسات، وليست دول لديها القرار والفاعلة، هي مفعولا بها. فرنسا الآن عادت بقوة إلى المنطقة ولا أعتقد أنها تسمح بمثل هكذا الاتحاد من جهة. ومن جهة ثانية هو أنه حجم الخلافات الموجودة بين هذا البلدان هو كبير، وأن الشعوب هي مغيبة تماما على القرار السياسي. لو تذهب إلى المغرب، إلى تونس، إلى ليبيا، إلى أي موريتانيا
تشعر بان هناك رغبه في التوحد، رغبه في ان يكون الاندماج اقتصادي واجتماعي وسياسي. نعم. وبالنهايه نصل الى النموذج مثل ما حدث في الاتحاد الاوروبي، ولكن بالنهايه ان هذا الثمر الحكم لا اعتقد انها تسمح بمثل الاتحاد، لان قيام الاتحاد يعني بان هذا النخب الموجوده، او عفوا عندما اقول النخب، هذا الطغم السياسي التي تحكمنا بقوة الحديد والنار إلى غداك، وأعتقد أنها لا تحكمنا لا باسترجاع ولا برؤية، أعتقد أنها ستنتمحي من الوجود، وبالتالي هي أول عدو لفكرة الاتحاد. وأعتقد أنه حتى الذين يشاهدون المغرب المغربية الآن ما شاء الله صارت مشاهدة كثيرا، يمكن حتى مش في الجزائر إلى غداك، نقول بأنه المشكلة هو أنه لابد من أن هذا الشعوب أن تحرر نفسها من أنظمة الدكتاتورة والطاغية، ثم الحديث عن محاولة تجمع وتكتل. دكتور إسماعيل جدير بأننا ينقلنا حالات اللا ديمقراطية، من حالات اللا تنمية، من حالات هذا البؤس واليأس الذي نعيشه منطقة المغرب العربي. دكتور إسماعيل، نتوجه ككتلة نستطيع أن نؤثر في محيطنا الإقليمي والدولي. دكتور إسماعيل، باختصار شديد يعني وأنت تتحدث تجيب على السؤال، الآن النخبة السياسية الحاكمة في الجزائر على شفاء الذهاب والانتهاء، لا العمر ولا ظروف أخرى كثيرة تتحكم، هناك طبقة ربما سياسية على أهبة الاستعداد لمسك زمام الأمور في الجزائر، استشراف للمستقبل، كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة سواء على مستوى الاتحاد المغاربي؟ هل سيزيد فكرة الاتحاد المغاربي يعني بعدا عن الواقع؟ وفي علاقة الجزائر بتونس، البعض يقول أن الطبقة القادمة السياسية في الجزائر لن تذهب فيما ذهبت إليه الطبقة السياسية الحاكمة حاليا. القضية سيدي الفاضل، القضية ليست الأشخاص، لأننا بالنسبة لي حتى بوتفليقة وحتى توفيق وحتى سلال وغيره ليسوا إلا صراحة مثل البيادق بتاع الشطرنج إلى غير ذلك، تذهبون ويغيرون بآخرون، لأنه قبل أيضا قيل لنا بأن العربي بالخير والعماري وغيره هم يصنعون السياسة في الجزائر، وعندما يذهبون سوف نتخلص لا، القضية هي قضية أن هناك هذا من مجموعة متكاملة تغير من جلدتها ما يسمى بالكونتينيتي دون ليشيك، يعني الاستمرار في الفشل، ولكن يغيرونها فقط من الأسماء، يغيرون من الشخصيات إلى غداك. نعم. لكن الآن أعتقد أنه حتى في الجهة الأخرى المعارضون الذين أحييهم أنا بصدق عليهم أيضا أن يذهبون إلى مسألة تغيير النظام السيستم وليس هذا الوجوه، لأن صراحة أن هؤلاء ربطوا مصير الجزائر طرح العليا الجزائر بفرنسا التي الآن نعم. هي تسهر على مسألة تغيير هذه الوجوه وبطريقة فيها الكثير من الذكاء، فيها الكثير من الديكور الخادع، ولا تسمح لأي تغيير حقيقي ممكن أن يعطي للجزائر الحق في أن نكون السياد في بلدنا على ثرواتنا إلى غد. شكرا جزيلا دكتور إسماعيل معراف، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، كنت معي من الجزائر عبر الهاتف. أعود نصر الدين بن حديد من تونس، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نصر الدين، في هذا الإطار، إطار الاتحاد المغاربي، هذه الفكرة التي ولدت في ثمانينات القرن الماضي رأت النور قليلا، ثم يبدو أنه ليس هناك أي عمل على إحيائها من جديد، هل ما حصل في تونس من ثورة، ما يحصل في ليبيا إن شاء الله ربما يستتب الأمر قريبا، هل هذه الظروف تساعد على استئناف هذه الفكرة، أم أن الأمر يذهب نحو كما قال دكتور إسماعيل معراف أنه شيء غير موجود أصلا؟ أنا كنت أود أن أعلق على ما قاله الأستاذ، لكن أعتبر أن الوقت لا يسمح. أمر إلى سؤال حول اتحاد المغرب العربي أو ما يسمى رسميا والتسمية على قدر كبير من الأهمية، أو اتحاد دول المغرب العربي. المعوقات من صفين، الصف الأول وهو طبيعة الأنظمة التي لا تزال ترفض التنازل عن ما تراه السيادة القطرية لفائدة السيادة يعني إقليمية. ليس هناك بنك مركزي واحد، ليس هناك قدرة واحدة أو سلطة واحدة مغاربية قادرة على تجاوز السلطات المحلية أو السلطات الإقليمية. ثانيا والأخطر، هناك الآن متناقضات كانت قائمة بين الأنظمة
قبل الثورة العربية، الآن تعمقت هذه المتناقضات وأصبحت في بعض الأنظمة ترى في الأنظمة الأخرى نوع من الخطر الاستراتيجي أو الخطر التكتيكي أو الخطر الوجودي على وجودها. ومن ثم نحن الآن أمام حالات عداوة غير معلنة بين الأنظمة خصوصا بالملف الليبي، واعتبر انه العاجل والآني والذي يجبر الانظمه على التفكير ليس اتحاد المغرب العربي او اتحاد دول المغرب العربي، بل في حل او الخروج من المستنقع الليبي، كل حسب طريقته وكل حسب منفعته. ثم اعتبر انه الغريزه الان او العقل الان هو في مستوى الغريزه اي الوجود قبل ان يمر الى مثل هذه ما اسميه هذا الطرف الفكري الذي يسمى الوحده. ثانيا والاهم، اعتبر انه عديد الدول المغرب العربي ارتبط مع، وهنا اتحدث عن تونس والمغرب، ارتبط باتفاقيات شراكه مع الجانب الاوروبي. من الصعب جدا انها تقيم شراكات او تذهب في شكل اشكال الوحده وتحدث عن الوحده الاقتصاديه او غيرها دون ان تمس باصل او ثابت في علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي، حين وجب ان نعترف بكل مراره وبكل حزن انه قبله الدول المغاربية على المستوى الاقتصادي هي أوروبا، في حين أن التجارة البينية أو التبادل البيني إذا استثنينا التهريب هو ضعيف ولا يمكن أن يرقى إلى مستوى يحدد نمط العلاقة في شكلها التأثير والمباشر. من ثم أعيد وأؤكد أن التاريخ نفسه طبيعة النظام المخاطر القائمة والمصالح الاستراتيجية القائمة الآن لهذه الأنظمة تجعل اتحاد المغرب العربي أو اتحاد دول المغرب العربي على الأقل في الرف، على الأقل في الثلاجة، إن لم أقل في موطن سريري أو هب ربما. شكرا الله شكرا نصر الدين، شكرا جزيلا أستاذ نصر الدين، عذرا على المقاطعة. الأستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من تونس عبر الهاتف. سليم أعود إليك، يعني بدأنا الحديث عن العلاقة الجزائرية التونسية، الآن في إطار أوسع وهو اتحاد ما يسمى باتحاد المغاربي، كيف تنظر أنت؟ هل مع الرأي قال أنه شيء غير موجود يعني هذا، أم أنه فقط الظروف غير منائبة الآن ويمكن استئناف هذه العملية في وقت ما؟ جميل، لكن قبل ذلك يعني في بعض النقاط يعني ذكرها الزميل الصديق الدكتور أبو معراف يعني يجب توضيحها، يعني وإن كنت أتفق معه أنه اليد الفرنسية والغربية مهيمنة على تسيير ربما العلاقات الجزائرية التونسية أو العلاقات المغاربية في توجه معين، هذا صحيح. التأثير على الأوضاع السياسية ما بعد الثورة في تونس أو اليد الفرنسية كانت موجودة عن طريق بعض يعني الفاعلين في الجزائر، هذا يعني صحيح يعني بالتنسيق. لكن القول أنه رشل الغنوشي والنهضة باعت يعني مبادئها وباعت تونس من أجل حفنة من الفلوس، هذا أنا أعارضه يعني جملة وتفصيلا، الشيء لم يكن بهذا الوصف تماما. ما حدث أنه الصندوق جاء بالنهضة، هناك انزعاج في بعض القوى التي تتعارض مع النهضة، بعض القوى في الجزائر تتعارض مع النهضة إيديولوجيا، ولديها مشكلة مع الإسلاميين، ولديها مشكلة أيضا في الجزائر، وهنا عن فوتين 12 سنة محنة. إذن هذه القوى متحكمة في اتخاذ القرار في الجزائر، سعت إلى إجهاض حكم النهضة، أعطت إشارات واضحة أنه لا يمكن أن نعطيكم قروض، لا يمكن أن ندعمكم دبلوماسيا في الخارج، لكن بدون التصادم مع النهضة. يعني والغنوشي كان يجي ويزور الجزائر، لكن الغنوشي فهم الرسالة، النهضة فهمت الرسالة جيدا، حتى المرزوقي فهم الرسالة مع فكره الثوري والرافض لهذا الشيء، لكن الكل فهم الرسالة. الغنوشي تنازل من أجل تونس، هكذا أعرفه أنا وهكذا تحدث منه وسمعت منه، أنه النظام مش سهل في الجزائر وقادر يكسر الأمور في تونس وقادر يعمل مشاكل أمنية في تونس لو حس هذا النظام أنه الخطر جاي من تونس. إذن تم إجهاض التجربة، تجربة النهضة وحكم النهضة وترويكا، وتم الدفع بالبديل اللي هو أسلم النظام السابق مع بعض التوافقات وبعض، يعني ما كانش ضرب عنيف، يعني التدخل الجزائري لم يكن عنيفا، أيضا كان بأضواء يعني خضراء من باريس، هذا يعني واضح.
وغير يعني لا يمكن الجزائر أن تتحرك في هذا الإطار إلا وتكون فرنسا يعني شريك في هذا الأمر. إذن ودفعوا يعني كانت عيني عينك يعني دعم تونس والقايد سبسي في الجزائر كان يسمى عيني عينك. الجزائر تريد القايد سبسي وتريد الدأسور وتريد أن تجهض الثورة بطريقة هادئة وناعمة. هذا هو الوصف الصحيح. الآن نأتي إلى قضية المغرب الكبير. عذرا سليم قبل ما ندخل في الحوار بس خليني أخذ رأي ضيفي معي من تركيا الدكتور محمد العادل عضو المنتدى المغاربي للتعاون الدولي. دكتور محمد مرحبا بك. فيما يتعلق بالعلاقة بين دول المغرب الكبير بداية كيف تقرأها، كيف تنظر إليها، هل هناك ما يشير إلى إمكانية استئناف هذه العملية، هذه المحاولة، محاولة توحيد دول شمال إفريقيا أو الدول المغاربية على الأقل في بعض القضايا إن لم يكن في الكل؟ شكرا جزيلا على طرح هذا الملف الهام. المسألة المغاربية في تقديري أن أكبر عائق يعني يقف أمام تحقيقها هو الإرادة السياسية. نرى بأن الأنظمة السياسية في المنطقة المغاربية جميعها تتحدث عن هذا المشروع وتبدو في تصريحاتها متحمسة، لكنها لا تقدم شيئا على يعني في واقعنا من حيث الأرضية التشريعية، من حيث تفعيل الشراكة على المستوى السياسي والاقتصادي الأمني الثقافي إلى غير ذلك. هذا جانب. والجانب الآخر يعني نرى وكأن المشروع المغاربي تحول إلى عملية تسويق سياسي ربما لطمأنة شعب ما أو غير ذلك، لكن وعدم إشراك الشعوب المغاربية في هذا في هذا الحلم. قناعتي التامة بأن المشروع المغاربي لا يزال قائما من الناحية القانونية، من الناحية التشريعية. لماذا؟ لأن هناك جهاز اسمه الاتحاد المغاربي، البرلمان المغاربي ومؤسسات، وعلى الأقل ولذلك نستطيع أن نقول بأن هذه الأنظمة السياسية رغم متاجرتها. طيب يعني يا دكتور عادل، دكتور محمد، دكتور محمد على الأقل تركت لنا مؤسسات. نعم دكتور محمد، الرهان في دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم تفضل. هذه المؤسسات التي ذكرت أنها قائمة وموجودة متعلقة بالاتحاد المغاربي، ماذا تفعل الآن؟ يعني ما دورها؟ موجودة نعم شكلا، لكن لا دور لها يعني يذكر، ولكن نحن على الأقل كفعاليات مدنية وكنشطاء مدنيين معنيين بشكل مباشر بالمسألة المغاربية نعتبر هذه المؤسسات مكسبا يجب المحافظة عليها ودعمها ويعني تفعيلها. هذا جانب. ولكن لنجاح الفكرة المغاربية نرى بأن عدم الاعتماد على الإرادة السياسية فقط وإنما تحويل المسألة المغاربية إلى مشروع شعبي بالدرجة الأولى، يعني لابد أن يحمل المشعب المغاربي الشعوب المغاربية وليس الأنظمة، ومن خلال تفعيل الحركات المدنية، من خلال تقارب، تحقيق التقارب على مستوى مناهج التعليم، على المستوى الثقافي، على المستوى يعني الفعل الاقتصادي إلى غير ذلك، سندفع أو تدفع كل الفعاليات المدنية القرار السياسي إلى الاهتمام وبشكل حقيقي وفعلي بالمسألة المغاربية. ما حصل أن الأنظمة السياسية المغاربية إسقاط المشروع المغاربي إسقاطا سياسيا دون أن تفهمه ودون أن تدركه الشعوب المغاربية، وبالتالي حيث أن معظم الشعوب المغاربية لا تثق في أنظمتها وفي الإرادة السياسية لم تتفاعل بشكل إيجابي مع عملية الإسقاط السياسي التي قامت بها هذه الأنظمة. اليوم ما ندعو له نحن على الأقل في المنتدى المغاربي والكثير من الفعاليات المدنية التي المعنية بالمسألة المغاربية، ندعو إلى أن تقوم الشعوب بحمل هذا المشعل وأن تحول المشروع المغاربي إلى مشروع شعبي مغاربي بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا لك دكتور محمد العادل عضو المنتدى المغاربي للتعاون الدولي، كنت معي من تركيا عبر الهاتف. سليم أعود إليك.
كان الرئيس مرزوقي أثناء حكمه في هذه الفترة الانتقالية قد طرح ما سمي وقتها بالكليات الخمس أو الحقوق الخمس، شيء من هذا، بمعنى حرية التنقل، حرية التملك، حرية المشاركة في الانتخابات البلدية، خمسة حقوق لبلدان المغرب العربي، وحاول أن يسرع من وتيرة العلاقة، إلا أنه قيل أنه كان هناك بلوك يعني من النظام الجزائري نحو هذه الفكرة، نحو هذا المبدأ. هل سبب هذا الاعتراض الجزائري هو أنه كيف هذا يأتي متأخر ويريد أن يطرح مشروع يفعل ونحن الأولى، أم أن فعلا قراءة الجزائر أن الوقت غير مناسب الآن وغير ممكن؟ طبعا يعني القراءة مرتبطة بالرؤية الجزائرية لهذا المغرب العربي الكبير، وهذه التسمية التي ما زالت تثير الجدل. يعني نحن في منطقة شمال إفريقيا، نحن في المنطقة المغاربية وليست منطقة المغرب العربي الكبير، إذن حتى لا نقصي كل أبنائنا الأمازيغ طبعاً. يعني من هذه، إذن خلينا نتبنى التسمية، تسمية المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية. الآن ما دام لم تحل إشكاليات الديمقراطية ودولة القانون في هذه المنطقة، لا يمكن الحديث عن فكر سياسي ينتج وحدة واحدة استراتيجية وممكن أن تقابل يعني الوحدة الخليجية أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الصين الروس وأمريكا. لكن هناك مراحل تمهيدية، ما دام هناك إشكالية بين تونس بين المغرب والجزائر وهي أهم عائق لوحدة مغاربية، ما زالت الإشكالية السياسية، طرح الكثير من الخبراء خطوات تمهيدية لا تضر حتى بمتخذ القرار السياسي، وهي فتح الحدود تدريجيا لحرية تنقل الأشخاص والسلع، محاولة على الأقل إيجاد توازن بين التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، يعني تسهيل على الأقل في قضية الجمركة، في قضية التسهيل لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل في هدوء مع بعضها، وتأكد أن هذه المنهجية اللي حطوها كثير من الخبراء يعني من تونس، من المغرب، من موريتانيا أيضا، ومن الجزائر، يقولون أن هذه مرحلة مهمة، لأنه لا نستطيع أن نفرض الاتحاد بإرادة فوقية، هذه من قبل يعني، لكن الآن حتى الإرادة الفوقية هذه غير موجودة، يعني لا توجد هناك إرادة سياسية الآن لا في المغرب ولا في الجزائر، يعني مربط الفرس يعني لإيجاد هذا الاتحاد. إذن قالوا خلي الاقتصاد والاجتماع يشتغل وسينتج واقع ربما خلال السنوات القادمة سيتقبله هؤلاء السياسيون. إذن المرحلة الأولى هي إيجاد تشريعات تبسط قضية تنقل السلع والأفراد والشركات، خاصة أنه بعد 20 سنة من غلق الحدود بين الجزائر والمغرب المتضرر هو الاقتصاد البلدين طبعا، ومتساكني الجهتين والعائلات المسكينة يعني اللي في الحدود، تعرف أنت كاين عائلات مغربية تروح للدار البيضاء والرباط حتى تروح بالطيارة للعاصمة ثم ترجع للحدود، وعائلات جزائرية نفس الشيء، يعني عائلة جزائرية تروح للعاصمة حتى تروح للرباط وبعد ترجع، فيه يعني جريمة في حق مواطنين على الحدود الجزائرية المغربية. إذن قلنا لهم يا أخي، حينما الدكتور العادل يقول أن المسألة إرادة سياسية، إذا ما فيش إرادة سياسية كيف يمكن أن تصنع هذه القوانين؟ نحن نتحدث، شوف الإرادة السياسية غائبة، طيب غائبة، لأنه ما سيصنع هذه القوانين تهيئ؟ نحن نقول مجموعة من النخبة في المنطقة المغاربية من المجتمع المدني، من الأساتذة الجامعيين، من رؤساء الأحزاب، من الفاعلين على الأرض، سنفرض هذا المنطق ونقول للإرادة السياسية لا نريدكم أن يعني تتنازلوا عن عروشكم الآن أو أن تتوافق يعني الإرادة السياسية في الجزائر مع المغرب ويحلوا هذه الخلافات اللي نصها موروثة من 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 من, من 30 و40 سنة. يعني نبسط لهم الأمور، أنه فيه قضايا بسيطة جدا تتعلق بشركات محلية بسيطة تونسية مغربية ليبية، فتح الحدود يا سيدي لشركات فقط تروح وتيجي، حرية تنقل السلع والخدمات، يعني خليوا منظمات المجتمع المدني تجتمع تلتقي بدون قيود كمرحلة أولى، على الأقل يعني الأنفس أنه تهدأ،
وربما المتخذ القرار السياسي يجد أنه المجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال ربما سهلون الكثير من القضايا. لكن أعود أن أقول أنه الإشكالية الأولى هي إشكالية الدولة الديمقراطية، سواء في شكلها أنه تكون أنه تكون ملكية دستورية في 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 المغرب وحكومة شرعية جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية وشرعية في الجزائر، وأيضا تحل إشكاليات في تونس وإيجاد حل للوضع في ليبيا. ربما نستطيع أن نتحدث عن 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 مغرب كبير، لكن نقول لك الأمور صعبة، لكن على المجتمع المدني وعلى رجال الأعمال واضح باختصار شديد أن يضغطوا في هذا الاتجاه. يعني نعم، فيما يتعلق بالملف الليبي، المجتمع المدني لابد أن يكون له، برغم أن هناك سلاح، لابد أن يكون له دور. هناك مبادرات على قلب المجتمع المدني الليبي والتونسي، موجود هناك مبادرات لرأب الصدع ما استطاعوا، لكن كيف يمكن للجزائر وتونس مجتمعين أن يكون لهم دور فاعل فعلا في تهدئة الأوضاع؟ في تونس عنا، في تونس من يعيش هناك أتباع برلمان تبرق وأتباع المؤتمر في طرابلس، الاثنين موجودين، حوالي 1,700,000. الجزائر في بداية الأسبوع كان هناك لقاء لكل الفرقاء السياسيين، بل الجزائر طرحت حتى مشروع عنده أكثر من شهرين أو ثلاثة لجمع الفرقاء السياسيين. كيف يمكن المجهود التونسي والمجهود المغربي والجزائري على الأقل في هذه النقطة، لأنه تفجر الأوضاع في ليبيا سيأتي بالضرر على الجميع، حتى على المغرب اللي بعيدة في الناحية الثانية، كيف يمكن لهذه الإرادة السياسية على الأقل أن تخفض شيء من جناحها إن صح التعبير من أجل رأب الصدع في ليبيا وإعادة ليبيا كما كانت على الأقل؟ ضمانة أنه هذه المبادرات أو ما يسمى المسار المغربي الجزائري، أيضا مسار جنيف، وأيضا في اجتماع في ليبيا، هي مسارات يعني تتحكم فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي بهذه الرعاية ربما نجحت لهذا السبب. يعني وأنه المسار المغربي الجزائري، يعني أنه في المغرب يكون هناك مجموعة من البرلمانيين وفي الجزائر يكونوا زعماء للمجتمع المدني والأحزاب السياسية، كان يعني كلا الاجتماعين في اتجاه متوازي، لم تكن هناك مناكفة. يعني لو كانت هناك مبادرات يعني فردية ربما ما كانش تمشي. أقول أنه الآن الموقف الجزائري حاسم في القضية الليبية. الموقف الجزائري تأخر كثيرا، المجتمع الدولي تأخر كثيرا، وسعت الأمور في ليبيا. ربما لازمني 10 دقائق، ما فيش وقت، ربما نتحدث عن إخفاق جزائري في إدارة الملف الليبي منذ بداية ثورة 17. طيب احنا ممكن ناخذها 10 دقائق بعد الفاصل، ناخذ 10 دقائق ثم أتركك تذهب. مشاهدي الكرام، الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث فعلا عن دور دول المغرب الكبير في رأب الصدع. هم الجيران وهم الأولى في نهاية الأمر، وإن كان برعاية حتى أممية لا بأس في ذلك. إذن فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث حول هذه النقطة، وننتظر منكم مساهماتكم عبر الهاتف وعبر خدمة سكايب. تفضلوا بالبقاء معنا.